السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ زينة. اليوم نقدم لكم عصير رائع ومنعش بالمواد البسيطة بالقرعة والخوخ. عندنا هنا 6 كيلو ديال القرعة مسلوقة، عندنا هنا 4 حبات ديال الخوخ، 3 العواشق ديال السنيدة، لترو ديال الليمون. وعلى بركة الله فنقسم الخوخ على طروفها. بعد ما قسمنا الخوخ ديالنا نجيب الطحانة، نكسر الطحانة دابا نضيف 3 العواشق ديال السنيدة، والعصير تيجي خاطر. تيطلع خاطر مع القرعه، تنديرها في الفريغو، تنسلقو تنديرها في الفريغو تتقلاص عاد نخدم بها. هذا هو العصير ديال الخوخ والقرعة. ولا عجبكم هذا الفيديو تشاركوا معنا في القناة، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا، الى اللقاء.